أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي الاجتماعي قضايا دوت كوم. الخامس عشر من شهر أكتوبر، وهو هذا اليوم هو اليوم العالمي لغسل اليدين، والذي يبدو جديدا على الكثيرين ليس في مجتمعنا فحسب بل في الكثير من المجتمعات، لكن هذا اليوم لم يكن ليصبح ذا دلالة خاصة لولا أهمية غسل اليدين مقابل العديد من الأمراض التي تصل بعضها إلى الخطر والوفيات. عن أهمية غسل اليدين وعن أهمية هذا اليوم وعن أهمية النظافة بالشكل عام وخطرها وخطر ترك النظافة وتفشي الكثير من الأمراض سيكون معنا في هذه الحلقة الشيخ جبري إبراهيم حسن، وهو مدير عام الوعظ والإرشاد بوزارة الأوقاف. مرحبا شيخ جبري. مرحبا بك والمشاهدين في كل مكان. والدكتور عبد الكريم الآنسي، وهو أخصائي طب الأطفال. مرحبا دكتور. وأيضا الأستاذ وليد نعمان، وهو مدير مكتب اليونيسف في محافظة صنعاء. مرحبا أستاذ وليد. وأخيرا الأستاذ عبد الملك السياني، مدير عام الصحة المدرسية بوزارة التربية والتعليم. مرحبا أستاذ عبد الملك. مشاهدينا الكرام، نرحب بكم جميعا، وكما اعتدنا نبدأ بعرض هذا المقطع خاص عن وضع الحمامات العامة وحمامات المدارس وحمامات الأعراس والمساجد في هذا المقطع الخاص. الشيخ جبري، بعد الترحيب بك مجددا، قبل ما نبدا بموضوع اليوم العالمي لغسل اليدين ومن اين اتى هذا اليوم، وضع الحمامات في المساجد في الشكل لا يليق بالخالص، كيف تعلق على هذه الظاهره في المساجد بالتحديد؟ بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. الحقيقة أن المولى سبحانه وتعالى أمر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالطهارة من أول يوم، وقال وثيابك فطهر، وأمرنا بالطهارة حسا ومعنى. ولذلك لا تجد كتابا من كتب الفقه الإسلامي إلا أول باب فيه هو باب الطهارة لأهمية هذا الموضوع. فلذلك لا بد من طهارة الحس والمعنى. فيه رجال يحبون أن يطهروا، وما ذكر مسجد قباء، والله يحب المطهرين. فينبغي أن تكون بيوت الله كلها، حتى بيوتنا، النبي يقول نظفوا أفنيتكم وأحسنوا لباسكم وأحسنوا لحالكم حتى تكونوا شامة في الناس. هذا هو هدي المصطفى الهادي صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للحمامات الموجودة في الجوامع والمدارس، وكذلك نجدها حتى في كثير من الأماكن، هو ظاهرة طيبة أن تنتشر مثلا حتى تكون النظافة، وأيضا يكون الإنسان على نظافة دائمة، يتخلص من أي شائبة من أي لواس غبار وأشياء، وبيلمس عدة أشياء، بيركب في الباص ويمشي كذا. فينبغي أن تكون أيضا مكان يأتي الإنسان يتخلص فيه من القذورات، يتخلص فيه من الأعباء التي عليه من ما يحصل في من المجتمع، لكن يصل، وإذا به يصل هنا إلى أماكن ربما تكون هي سببا في القذارة، ربما هي تكون سببا في العدوى، ربما تكون هي سببا في أنه يخرج وقد أصيب بالمرض. فيعني يجب على الجهات المختصة التربية والتعليم في مجال المدارس والعناية بها
الأوقاف في مجال الحمامات الموجودة في المساجد، السياحة وما يوجد في أيضا حمامات الماء الساخن وغيرها الموجودة والمنتشرة في الحارات. الواجب أن كل أحد يكون بهذا المسؤولية، لأن كلكم راع، كلكم مسؤول عن رعيته، ومن استطاعه الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، من استطاع الله رعية صغيرة أو كبيرة، كلنا مسؤولين. حتى في الأسرة نفسه نجد أيضا أحيانا في الحفل الأسر تصل للبيت فتزور إنسان مفاجئ، تشعر تدخل المكان دورة المياه فإذا به كلمة القذارة في حقه قليلة، يعني تجد كل شيء مختلف تماما. يعني هذا ثم بعد شوية يذهبوا إلى طبيب الأطفال، يذهبوا إلى طبيب الباطنية بالرجل، ويذهبوا إلى أقصى لماذا؟ لأنهم جاءت الوباء من داخل البيت. طيب نعم. قبل أن ننتقل إلى هذه النقطة، خلينا نروح للأستاذ وليد النعمان. من أين أتى اليوم العالمي لغسل اليدين؟ يوم يبدو جديد على الكثيرين. إيش معنى لغسل اليدين عالمي؟ من أين أتى هذا اليوم وأهمية ذلك؟ أهمية هذا اليوم تأتي من تفعيل مبادرة الشراكة ما بين القطاع العام والقطاع الخاص، وقد تفعلت هذه الشراكة بقيادة اليونيسف بأن جمعت القطاع العام والقطاع الخاص واستطاعت أن تنظم إمكانياتهما معا في الدخول في شراكة حقيقية لإحداث تغيير مستدام واسع النطاق ويصل إلى المجتمعات المحلية في أقصى مناطق الريف، وأن يصل إلى المناطق التي لم يصل إليها أحد، وبالتالي كان هناك تحدي في الوصول. وأيضا كان سمو أهمية هذا اليوم بأنه يأتي لتحقيق غاية نبيلة وهدف سامي، وهو تخفيض نسبة الوفيات للأطفال التي هي أحد أهداف الألفية، وبالتالي ننظر إليها من المنظور التنموي بأنه إحداث تغيير مستدام وصحي وتنموي في مجتمعات محلية بتفعيل مبادرة الشراكة ما بين القطاع العام والخاص وقطاعات المجتمعات المدنية، المنظمات الحكومية والغير حكومية، ومنظمات الجماهيرية وأئمة المساجد والسلطة المحلية والأسرة والطفل، بأن يحدث تغيير مستدام في نقل الصحة. طيب أستاذ وليد، في البداية متى بدأ هذا اليوم؟ لأنه يبدو جديد على الناس. نعم، بدأ في العام 2008 بقيادة اليونيسف بأن استطاعت أن تنظم المبادرة هذه وتشكلها وأن تحتفل بهذا اليوم في هذا اليوم، هو يوم 15 أكتوبر، وأن تجعل من هذا اليوم يوم عالمي يحتفل به الأطفال في كل أصقاع القارات الخمس، وبالتالي تتحد القوى أو تتحد الدول نحو هدف واحد، وبالتالي أطفال اليمن عندما يحتفلون بهذا اليوم هم يشاركون أطفال العالم يحتفل بهذا اليوم أيضا. إيش نوعية الاحتفالات أو التوعية اللي يتم في هذا اليوم؟ هذا اليوم هو يمثل أن نريد أن نصل إلى المدارس وهي محور التغيير في المجتمعات، وبالتالي على مستوى كل مدرسة نستطيع أن نحدث تغيير حقيقي بأن نغير المفاهيم والسلوكيات والممارسة للأطفال، بأن يقوموا بغسل أيديهم بالماء والصابون وفي الأوقات الحرجة وهي قبل تناول الطعام أو بعده أو الخروج من الحمام. طيب أنتم تستهدفون في الدرجة الأولى إذن المدارس. خلينا ننتقل لوزارة التربية والتعليم، الأستاذ عبد الملك السياني مدير عام الصحة المدرسية بوزارة التربية. وزارة التربية، قبل ما نتكلم عن وضع الحمامات في وزارة التربية، كما ذكر الشيخ جبري الكل لا يسر طبعا، بدأ اليوم العالمي لغسل اليدين في عام 2008، إلى أي مدى الآن الطلاب واعيين بهذا اليوم، بأهمية هذا اليوم؟ كيف يتم التنسيق بين المدارس وبين اليونيسف أنتم في وزارة التربية والتعليم؟ أولا شكرا جزيلا على هذا البرنامج الرائع الذي يهتم بقضايا المواطنين وقضايا المجتمع بشكل عام. ونتطرق اليوم إلى موضوع مهم جدا، يعني وهو النظافة، وهي أساس الصحة هي النظافة. هذا الجانب يعني إذا أردنا أن نصل إلى مجتمع أكثر نظافة أكثر كذا، فالاتجاه الأكثر يعني تأثير هو المدارس، تمام؟ حيث أنه في المدارس يوجد العدد الكبير، يعني توجد شريحة كبيرة من المجتمع، وهي الشريحة القابلة للتعلم والاكتساب السلوكيات الصحيحة من خلال المدارس. طبعا بالنسبة للتربية والتعليم بدأنا هذا العام يعني نعتبر التدشين حقيقي لليوم العالمي لغسل اليدين والنظافة الشخصية بشكل عام، على أساس أنه ستقام فعاليات في هذا اليوم 15 أكتوبر
في على مستوى جميع مدارس الجمهورية بمجال التوعية. أيضا ستقام احتفالات على مستوى المحافظات، يعني توعية مكثفة، وأيضا بالتعاون، هذا بيتم كله بالتعاون مع منظمة اليونيسف. نعم، ويتبعها أيضا برنامج توعوي مستمر حول النظافة الشخصية وغسل الأيدي، يعني بالتركيز على غسل الأيدي. ماذا عن الأرياف؟ ماذا عن القرى والأرياف؟ البرنامج يستهدف يعني كل مدارس الجمهورية بدون استثناء، سواء في الحضر او في الارياف. ستوزعون لهم الماء والصابون، يعني بعض المدارس للاسف. نعم. حتى حمامات ما فيها اصلا. اذا طلبنا الى الجانب هذا فعلا، يعني احنا المدارس الجمهوريه اليمنية فعلا يعني حقيقه بتعاني من مشاكل كثيره جدا، وللاسف الشديد الجميع يعني يطرح ويحمل العبء كله او المسؤوليه كامل على التربيه والتعليم، وهذا قبل تحميل المسؤوليه. عفوا استاذ. نعم. قبل تحميل المسؤوليه، المدارس التي لا يتوفر فيها لا ماء ولا حمامات، يعني ستخرج عن تدشين الحملة ولا كيف بتفعلوا معها؟ سيدي الكريم، التوعية مطلوبة في كل مكان، ليست مقتصرة على المدارس التي يوجد فيها المياه فقط، تمام؟ بل أن الطالب أو التلميذ هذا محتاج إلى التوعية حول النظافة الشخصية وغسل الأيدي، يعني بغض النظر عن توفر الماء في المدرسة أو عدمه، فهو محتاج لهذا التوعية أيضا في المنزل أو في كل مكان، تمام؟ يتطلب أنه يجب أن يغسل يديه. تمام. ايضا جانب التوعيه هذا يعني يتناول عده جوانب يعني هامه، انه لماذا غسل الايدي، متى يجب ان يغسل الطفل او التلميذ هذا يديه، ويعني سيكون برنامج مكثف ان شاء الله. ان شاء الله سنتابع ذلك. دكتور عبد الملك، الدكتور عبد الكريم الانسي، اخصائي طب الاطفال، ابرز الامراض التي يعني نحن نشكو من موضوع اسهالات، وفيات بسبب الاسهالات وغيره من الامراض المجهوله، ايش ابرز الامراض التي اثبتها الطب بانه قد يكون لها علاقه بموضوع النظافه المباشره وغسل اليدين؟ شكرا جزيلا. حقيقه نشتي اولا نعرف المواطنين اهميه الصحه. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحه والفراغ. وجاء في الحديث: من بات امنا في سربه معافا في بدنه معه قوت يومه فكأنما حيزت له دنيا بحذافيرها. من هنا ظهر الرسول صلى الله عليه وسلم بأهمية الصحة. والصحة لما نجي نعرفها إحنا في تعريف الصحة العالمية، هي حالة الكمال البدني والنفسي والاجتماعي، وأضافوا بين قوسين والروحي، وليس مجرد العجز أو المرض. إذا لما نجي نطبق نظافة اليدين على سبيل المثال، نشوف بأن تدخل في صحة البدن وتدخل في الصحة الاجتماعية، فالسلوك الاجتماعي الحسن عند الأطفال ينمي عندهم سلوك غسل اليدين قبل تناول الأكل وبعده، عند الخروج من الحمام، وعندما يعني يقول الإنسان لما يتوضأ كم مرات في اليوم يتوضأ، والمحافظة برضو على الحمامات ودورها، لأن هذا سلوك اجتماعي. احنا نرغب أن يحصل الإنسان على سلوك اجتماعي من نظافة اليدين، ليس يوما عالميا فقط بل على مدار العام، وأن يتكاتف ما فيها. نفس الشيء الروحي، وشيخ جبري قد تكلم كيف الإسلام أمر بالنظافة والطهارة وغيرها. من الناحية البدنية له دور كبير جدا نظافة الأيدي أو نظافة اليدين. لو مثلا عرفنا ما هي مسببات الأمراض، لو قلنا هكذا، يقولون مسببات الأمراض الطعام، الأيدي أو الأصابع بالأصح، فينجرز يسمون فينجرز الأصابع، بعد ذلك الحشرات، تمام، بعد ذلك. فإذا ماذا ذكرت الأصابع بشيء عامل رئيسي في إحداث محدثات الأمراض بجميع أنواعها. ولو راجعنا سلسلة العدوى وجدنا أنها تتكون من ما يسمى المثلث الوبائي، الذي يتكون من البيئة ويتكون من ناقل العدوى ويتكون من العائل، والعائل ركن أساسي فيه. فإذا استطعنا أن نكسر هذا المثلث كسرنا سلسلة العدوى لجميع الأمراض. فلو وجدوا أنه نسبة كبيرة جدا من الأمراض، مثلا هنا يقول لك احتمال تعرض الأطفال في الدول النامية للموت يزيد 14 مرة عن أمثال في الدول المتقدمة، 88% من الإسهالات سببها تلوث المياه، انظر كيف النسبة، 34 من الأطفال لم يصابون بالإسهالات الشديدة. إذا أمراض كثيرة تنتج، سواء أمراض إسهالات أو أمراض جهاز تنفسي حاد مثل أمراض السارس وغيرها بعدم الالتزام بالنظافة، أو أمراض مثلا مثل الديزنتارية والتيفوئيد، وأمراض مثل الطفيليات والإسكارس وغيرها، حتى أمراض الجلدية مثل الجرح وغيره، كله له عامل بغسل بالنظافة الجسم بصفة عامة ونظافة اليدين مباشرة أو غسل اليدين مباشرة. بهذه النقطة، الموضوع النظافة، قبل أن ننتقل للشيخ جبر،
البعض اعتقد انه مجرد غسل الجسم بالماء ربما هو كافي، خاصة انه اذا كان اكل خفيف او من ناحية طبية، هل يكفي ولا ضروري يكون هناك صابون معقمات؟ ايش المفترض؟ لا، هو حقيقة ان الانسان احنا نقول اذا اردت ان تطاع فامر بما يستطاع. احنا بنركز على انه غسل اليدين بالماء اضعف الايمان، اما بالصابون فوجد انه يمكن 30% من الامراض تنتهي بغسل اليدين مباشرة بس بالماء، ولكن اذا استخدم واحد مادة مثل الصابون يقضي على اكثر الجراثيم. تمام، فاحنا هذا السلوك الذي احنا نشتي نوجهه للمجتمع، ما نشتي نحبذ ان الناس كلهم يستخدموا الصابون، لكن اذا كان ولا شيء منه فناخذ سلوكيات منها. اولا نظافة اليدين، خمس من الفطرة، منها مثلا تقليم الاظافر. تشوف الاطفال في المجتمع اليمني من العادة السيئة عند الامهات انها الطفل الصغير حقها ما تقلمش اظافره، تقول لك مدري ما يصيبه، وهذا طبعا، ولما تشوف اظفار الطفل تحتها مادة سوداء، وهذه طبعا بطبيعته كل ساعة يضع يده في فمه، أوكي؟ فتحدث الإسهالات الكثيرة منه. فإحنا بنقول أنه نظافة اليدين بالماء أقل الاحتمال يجب أن تكون سلوك، والصابون أفضل ما في شك. طيب الشيخ جبري، في الوعظ والإرشاد طبعا الناس عندنا تعرف الحمد لله إحنا مجتمع مسلم ومحافظ كمان، يفعل الوعظ ما لا يفعله الكثير من الأشياء الأخرى، دور الوعظ في هذا الجانب ألا ترى أنه مقصر؟ الحقيقة لا يمكن أن أحد يدعي الكمال، لكن نقول لله الحمد أنه بالنسبة عندنا في دار العامة الوعظ والإرشاد أن الوعاظ المرشدين ينزلوا إلى المدارس، والإخوة في المدارس يعرفوا هذا، ونحن ننزل حتى وعاظ، معنا طبعا ثلاثة أنواع من الوعاظ: الأزهريين وهم علماء الأزهر وكمية كبيرة جدا، معنا أكثر من 36 أزهري داخل أمانة العاصمة، والمرشدين اليمنيين والمرشدات، بحيث نشتغل في كل الجهات، في مدارس البنات، في مدارس الرجال الأطفال، في المدارس بشكل عام، فبحيث نعمل ولا نكتفي بالمدارس. هذا هو ميدان من ميادين، حتى أنه مرة كنت أطلق محاضرة في مدرسة، فأستاذ في المدرسة يقول هل تسمح لي أجي في الجامع؟ قلت له أولا عملي وعقدي قائم على هذا. يعني عندنا هو ميداننا في الإرشاد المدرسة والمعسكر والمسجد. تمام، فقلت له هذا صار ميداننا اولا، ثانيا ما فيش فارق ما بين وزارة الاوقاف ووزارة التربية، تعال وانا اخليك تخطب ما فيش مشكلة يعني. لكن تخطبوا في ايش؟ تخطبوا اقصد ان هذا اولا معنا بنزل للمدارس نخطب في جميع الاشياء، يعني لا نترك موضوعا واحدا فقط، لانه هذا الان احنا نتكلم اليوم عن ظاهرة غسل اليدين. هناك ايضا الاستحمام بشكل عام ويحتاج الى هناك النظافة بشكل عام ويحتاج الى درس ومحاضرة. هناك اشياء ايضا ان نتكلم عنها في وجود الاعتناء بالطفولة والاعتناء بالدروس، هذه كلها تحتاج الى محاضرات، وهذا ستكون في جميع الاوساط الذي ذكرت لك: الميادين، المدرسة، المعسكر، وكذلك المسجد. المسجد ايضا وهو الميدان الاصلي لنا، وهو كما ذكرت انت ميدان عقدي، يعني تؤخذ رسالته بالتسليم. نعم، لأنه بيعبد الله عز وجل ويعتبر الرسالة الآتية منه، فينبغي أن يتجه المسجد لتوعية الناس وتحذير الناس من الأخطاء، ولذلك ربنا حتى ما ذكر الطهارة جمعها مع المسجد. قال فيه رجال أي في المسجد يحبون أن يطهروا والله يحب المطهرين، فيجب أن الإمام المسجد وخطيب المسجد أن يوجه رسالة إلى الناس في العناية بأطفالهم أولا، طيب صحتهم بشكل عام، أنا برجع والعناية بغسل اليدين. أنا برجع لك للمساجد بالتحديد، وأنت قد أشرت لها في البداية. خلينا نعود للأستاذ وليد النعمان. أستاذ وليد النعمان، إذا ما قورنت اليمن بالكثير من الدول المجاورة وحتى غير المجاورة فيما يتعلق بالأمراض التي يتسبب فيها عدم النظافة وغسل اليدين، كيف تقيم وضع اليمن؟ إسهالات إلى ما غير ذلك من الأمراض. نستطيع أن نقول أن هناك تحديات تنموية كبيرة في اليمن، والتحديات الصحية تأتي في أول هذه التحديات، حيث أن وفيات الأطفال ما زالت مرتفعة، وفيات الأمهات ما زالت مرتفعة أيضا، والأكثر من هذا الأمراض التي تحدث بسبب عدم النظافة الشخصية والإصلاح البيئي أيضا ما تزال تثير الكثير من التخوف والقلق في أوساط الشعب اليمني. وأحب أن أركز على أنه هناك إحصائيات تقول مثلا أن هناك 50% من سكان اليمن لا يحصلوا على مياه شرب مأمونة ونظيفة.
هذا الرقم هذا مخيف، حيث أن فقط تجد البنية التحتية للحمامات والمياه النظيفة والمتركزة في المدن، ولكن في الريف والريف اليمني يمثل 70% أو 75% من مجمل اليمن، وبالتالي التحديات كبيرة. ولكن أحب أن أركز بأن الحكومة اليمنية الآن تحاول جاهدة بأن تعيد هيكلة مؤسساتها، وأن تحاول أن تعطي الريف للريف اليمني أولوية، بحيث أن تكون هناك نوع من العدالة والإنصاف. وبالتالي في منظمة اليونيسف أحد الاستراتيجيات الأساسية التي يرتكز عليها برنامج الخطة الخمسية من عام 2012-2015، أول أحد هذه الركائز الاستراتيجية هو العدالة والإنصاف، بأن يحصل الطفل اليمني سواء كان في الريف والحضر على نفس الخدمة. وبالتالي هنا تأتي مكمون اليوم العالمي لغسل الأيادي، فكرته بأنه يصل إلى مجمل أو معظم مدارس الجمهورية اليمنية، وأن تغرس هذا السلوك والممارسة في الطلاب في المدارس، وأن تنتقل إلى الأسرة، وعندما تنتقل إلى الأسرة تبقى السلوك وممارسة مستدامة، وبالتالي يحدث تغيير حقيقي بأن احنا نخفف نسبة المرضى، ومن ثم نخفف نسبة الوفيات، وبالتالي وصلنا إلى هدف من أهداف الألفية بتكلفة قليلة جدا، وهي غسل الأيدي بالماء والصابون. طيب المدرسة، أنت أشرت في البداية شيخ عبد الملك السياني المدرسة بأنه هي ربما أكثر المكان الذي فيه أكثر الكمية الأكبر من الناس والمجتمع، خاصة الناشط. الحمامات في المدارس كما قلنا مدارس لا توجد فيها حمامات على الإطلاق، مدارس أخرى فيها حمامات لكن صممت بشكل حتى ليس فيها رفوف لوضع صابون ولا لوضع أي من أدوات النظافة. لماذا التساهل بهذا الشكل؟ قد استطعتم توفير الحمامات وتوفير المياه، ولكن لم تفعلوا حسابكم ولم تفعلوا بحسابكم توفير الأماكن التي فيها المعقمات والمطهرات هذه. فعلا هذه مشكلة يعني موجودة في المدارس، وأزيد أوضح لك أكثر من هذا، يعني أنه المدارس كثير جدا موجودة فيها الحمامات ومغلقة، هذا إضافة إلى مطرح يعني. وهذا أيضا يعني أعتبر يعني أكثر جرما من الذي مش موجود، قدوا شيء موجود والدولة قد بنت فيه يعني تكاليف يعني باهظة على الدولة، تمام، وفي الأخير مغلقة، تمام. هذا يعني أيضا يعني حمامات مستخدمة مخازن في بعض المدارس، تمام. أيضا يعني في أسباب كثيرة لهذا الجانب، أحيانا سؤال الإدارة في المدرسة، عدم توفر المياه، ما فيش مياه يشغل الحمامات. قبل فترة عملنا مع اليونيسف والصندوق الاجتماعي للتنمية، عدينا ورقة عمل ودراسة حول الموضوع هذا من خلال نتائج المسح التربوي، وجدنا أنه حوالي 18% من مدارس الجمهورية هي التي يتوفر فيها المرافق الصحية والمياه فقط. نعم، وهذا يعني يحتاج إلى تضافر كل الجهود لحل هذه المشكلة، وهذا مشكلة حقيقية ونعتبرها قضية، يعني قضية من قضايا يعني البعض ينظر إلى الحمامات أو المرافق الصحي في المدرسة أنه قيد جدوى، وذا بالعكس يعتبر أنه مهم مثل المدرسة، يعني عفوا مثل الإدارة، مثل الفصل، مثل المعمل. وجود المرافق الصحي مهم جدا، وفي طلاب يعانوا معاناة غير عادية مع عدم توفر إيش الحمامات، بيأثر على نفسياتهم، بيأتي إلى أمراض وأحيانا إلى فشل كلوي يعني، وهذا الأخوة في الصحة يعرفوا بالجانب هذا. فيعني هذا حقيقة يعني ومشكلة دائمة في المدارس، ويعني بحاجة إلى تضافر كل الجهود حقيقة لحلها. طيب سنعود للدكتور في موضوع أكثر الفئات العمرية التي ربما تتعرض إلى الأمراض هذه وخطر في موضوع النظافة، هل يتعلق موضوع الوقاية بالجراثيم بسن معين أو بعمر معين؟ بهذه النقطة سنعود إليك، لكن قبل ذلك أستاذنك دكتور أستاذن ضيوفي بأن نذهب إلى فاصل من الإعلان. مشاهدينا الكرام نذهب إلى فاصل قصير من الإعلان، نعود بعد ذلك لاستكمال هذه الحلقة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، أنتم تشاهدون قضايا دوت كوم، هذه الحلقة التي خصصت لليوم العالمي لغسل اليدين في هذا اليوم الذي هو
اليوم العالمي لغسل اليدين. كنت سألتك الدكتور عبد الكريم الآنسي عن الفئات العمرية التي أكثر عرضة، التي هي أكثر عرضة للأمراض جراء عدم النظافة أو التقصير في موضوع النظافة، مرتبط بفئات سنية وإلا هو مطلق؟ حقيقة نظافة اليدين هي إذا ما فيش نظافة يدين تصيب جميع الفئات. احنا ممكن نقول نظافة اليدين وعلاقتها بالرضع، وهذه الذي هي بتحدث فاجعة كبيرة في وفاة الرضع، ما زلنا من الدول المتقدمة في وفاة الرضع بسبب مثل ما قلت لك بعض الممارسات لدى الأمهات أنها لا تنظف يديه، أو بسبب أنها مثلا يعني هذا غسل الطفل ما يتمش بشكل دوري أو بشكل منتظم، فهذه واحدة. لو أخذنا الأطفال اللي هم في المدارس على سبيل المثال ورأينا نظافة اليدين عند صاحب المقصف في المدرسة، إذا بيقدم لهم هذا التغذية والمقصف والذي بيقدم مثلا ما هوش لابس نظافة يده ولا لابس شيء، فممكن ينقل الأمراض إلى الطلاب هذولا. ومثل ما تكلم الأستاذ عبد الملك أنه في بعض المدارس لا يوجد الحمامات، وهي ضرورية للطالب أن يغسل يديه قبل تناول الأكل مثلا في فترة الاستراحة. لكن احنا الشيء نقول ان الطالب بنفسه ينقل رساله ويصبح سلوك عنده ينقله الى البيت نظافه اليدين، مش شرط ما بلا يكون في المدرسه. تمام، نجي لعند نظافه اليدين للام كمقدمه للخدمه او كمعده للطعام او فهذه لها تسبب، فلهذا نقول نظافه اليدين ليست ان في اشد من فئه، فقد ربما يسبب ديزنتاريا اطفال صغار. يعني احنا عندنا في المستشفى نشوف اطفال يجوا بالاسهالات بنسبه كبيره جدا، ويعتبر القاتل الثاني هو التهاب الجهاز التنفسي الحاد للأطفال ما دون سن الخامسة. ولهذا الجمهورية اليمنية دخلت مثلا تحصين الروتا الذي يجي من الإسهالات في الأطفال. لكن ليست الفكرة أنه إذا قدرت تحصين أن احنا لا نهتم بالنظافة، إنما وجدوا أنه هذا القاتل الكبير لقل. مثلا عندك لما حدث السارس أو حدث إنفلونزا الطيور أو حدث أي من هذه الأمراض، نهب إلى المدارس كل ما نأمرهم بهم أنه يستخدم المناديل وينظف أيديهم مباشرة في كذا. فالفئات العمرية كلها معرضة، إذا ما فيش نظافة في اليد معرض الرضيع حتى الكبير بجميع الأمراض المتنوعة. طيب ثقافة، عن ثقافة المجتمع بهذا اليوم، اليوم العالمي لغسل اليدين، كان هناك استطلاع أجراه الزميل محمد النقيب، خلونا نتابع هذا الاستطلاع عن ثقافة الناس باليوم العالمي لغسل اليدين. إن الحمامات متسغة، حمامات المساجد ومغلقة، لما نجي نحاكي يوم نخرج الحمام ما يخلوناش نخرج، يضربونا. بالنسبة للاهتمام بالنظافة متردي إلى بعد حد، نظرا حتى للمساجد الذي تعطى افتراضا المحافظة عليها الجميع من حيث النظافة، وهذا تجد الأحواض التي هي بالله أمام الحمام والذي يدخل منها الواحد ويغسل الرجل عقب تظل يبقى أكثر من أيام يبقى فيها الميكروبات. كذلك الحمامات العامة التي هي تعتبر تبع الدولة أماكن خدمية، إضافة إلى دفع يعني تدفع فيها مقابل الدخول إليها، تجد النظافة فيها متردية. عدم وجود النظافة بشكل كامل في الجوامع، مثلا في بعض الجوامع لا توجد فيها النظافة في الحمامات، ولا توجد في من حيث منظفين قائمين بالعمل بالنظافة أو تكليف ناس أخصائيين هكذا يقوموا بالتنظيف. شيخ جبري، طبعا في المقابلات في البداية كل من سألته عن اليوم العالمي أو من سأله الزميل محمد النقيب عن اليوم العالمي لغسل اليدين لا يعرف شيء تقريبا، هي جديدة. لكن الملاحظ في موضوع المساجد، وأنا هذا أردت أن أعود إليك، أنت قلت بأنكم تعملون في التوعية في المدارس والمساجد وحتى المعسكرات، لكن وضع المساجد وضع يرثى له، لا توجد نظافة في المساجد، ما الذي يمنع وزارة الأوقاف على القيام بدورها لأن تكون هناك حمامات مطابقة للصحة؟ نعم، على كل حال بالنسبة وما ينتقد في المساجد كثيرا كما ذكر الذي تكلم هو وجود الحوض الذي يدخل منه الناس، وكأننا هنا بالنسبة في صنعاء كأنه نوع من العقيدة لا يمكن يتنازلوا عن هذا الحوض، وهذه مشكلة يعني. بينما في على مستوى الجمهورية خاصة في المناطق الساحلية والمناطق الوسطى لا توجد هذه الأحواض اللي لازم تدخل منها وتخرج إليها، والعجيب أن الذي يدخل والذي يخرج من هذا المكان، فالإنسان المتلوث دخل من هنا والذي توضأ يتلوث من جديد، هذه مصيبة فعلا. أنا أتمنى أن يحصل حل لهذا، لكن الناس مش راضين، أصبح عندهم شبه عقيدة
في وجود هذه المشكلة. هذه مشكلة قائمة فعلا في وزارة الأوقاف أو في بعض المساجد الذين اعتقدوا وجود هذا الحوض أمر ضروري لا بد منه. النوع الثاني بيتكلم ما فيش يعني لا عندنا موظفين خاصين لنظافة المساجد وموجودين فيها، لكن يحصل شيئين. الأول أحيانا يحصل قصور عند هذا الموظف، يحصل قصور معين لأنه الراتب الذي يتقاضاه قد يكون قليل جدا وزهيد. الثاني أن سلوك الناس من حيث النظافة نحن نحتاج إلى توعية أشد بالنسبة لسلوك الناس، أنه كيف أنا أترك الحمام نظيف وأدخله نظيف، أدخله نظيف أتركه نظيف، لكن نجد أنه المنظف في الجامع يغسل الحمامات بالكامل قبل دخول الناس، بعد أول داخل مر على الحمامات تجدها قد تعفنت تماما، في مشكلة يعني كمان. صور المرحاض هناك وهذا يلقي كل ما في بطنه في وسط البلاط، المنظف كيف يستطيع يدخل مع هذا السلوك؟ وكمان في مشكلة شيخ، عفوا ساعد لك، كمان في مشكلة ثانية، المساجد التي تتبع وزارة الأوقاف مساجد محدودة، المساجد كلها تتبع وزارة الأوقاف، والمساجد على مستوى الجمهورية تتبع وزارة الأوقاف، والإشراف دينيا واجتماعيا على وزارة الأوقاف، ولا يوجد مسجد على غير وزارة الأوقاف، وإن قالوا لك ذلك فلا تصدق، والقانون يقول هذا. لكن عيب الشعب اليمني أحيانا أنه لا يعطي لصاحب المعروف حقه ولا يعطي لصاحب الاختصاص حقه. هذا عيب مسؤولية أكبر، مسؤولية أكبر. أيوة المشكلة، نعم أنا أخدمك وأنت تنكرني، هذا شيء عجيب جدا لا يوجد إلا في اليمن. يقول لي أنه ما مش مساجد للي، لا كل مساجد الجمهورية تتبع وزارة الأوقاف والإرشاد، وهي مسؤولية وزارة الأوقاف والإرشاد، ويجب على وزارة الأوقاف والإرشاد أن تقوم بواجبها في المساجد. فقلت لك الأولى هو أنه بعض الموظفين ربما يكون متهاونا في عمله، وهذا على وزارة الأوقاف أن يقوم بواجبهم تجاه هذا الموظفين، أولا بإعدادهم، ثانيا بمكافأتهم مكافأة تليق بهم، اثنين السلوك الناس، وينبغي أن يكون هذا الوعي. وكما قلت أنا في بداية الكلام قبل أن أتكلم عن المدارس، قلت أولا للأسرة، نجد الحمام داخل الأسرة سلوك موجود فينا نريد أن نغير هذا السلوك داخل الأسرة. حمام واحد، المسجد فيه 100 حمام، واحد والثلاث أربع نسوان داخل هذا البيت ما يعرفش ينظفوا حمام واحد، فاجئهم ادخل في أي بيت صديق وادخل إلى الحمام، مفاجأة ستجد الحمام هذا يرثى له، وتجده أنه سبب في العدوى الكثيرة الموجودة. سلوك الناس قلت لك أنه يدخل الحمام نظيف فلا يخرج إلا وقد استخلاه، أولا بما في بطنه هو أولا، ثانيا يعيش في التسل في البيت، يروح يشتري شامبو من هذا الصغير والأكياس سفري. والألياف سفري، يغتسل ثم يرميه في بالوعة الحمام قليل وقد انتلأ هذا بالبلاستيك الذي لا يذوب. فالصور أن احنا نوزع في داخل وزارة الأوقاف، بنوزع الفلاش من أجل يذيب الصبة بنفسها، ويستغل الموظف المسكين بيجلس يسكب هذا إلى آخره والماء الحار وغيره، ولا يستطيع أن لأنه ما هذا النوع ما بيذبش، يحتاج ثقافة مجتمع. يعني أين السلوكيات الموجودة عندنا السلوك خاطئ. يعني ينبغي أن أفرض جيب الشامبو السفري لكن خذه بيدك وارميه مكان ثاني، طيب. اجعله في قرطاس وارميه خارج، إضافة أنه معه كيس شمة وكيس قات والكل نزلت لداخل الحمام وتوسخت. فهنا سلوكيات أنه كيف تكون سلوك نظيف. هذا كل أريد أطالب شيء، أنا سؤالي أنه كما ذكر شيخنا حبيبنا الفاضل أنه الدولة الآن مهتمة، وكذلك اليونسيف مهتمة بالطفولة، فنحن نشكرهم. المواد غليت الآن، الأسعار ارتفعت، وأنا سمعت طفل يقول أن الكلام غالي، فأنا أقول هل من معالجات حتى ولو للمصانع من قبل الدولة واليونسيف ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الداعمة، خوفا على الطفل من الإسهالات والأمراض، رخصوا سعر هذه المادة؟ طيب أنا بنتقل بالسؤال إلى مسؤول أو مدير مكتب اليونسيف في محافظة صنعاء. إذا كنتم لديكم استعداد أو قدرة على ترخيص الأسعار على هذه المواد التي يحتاجها الناس فيما يتعلق بالنظافة. النقطة الثانية أيضا تكلم فيها الشيخ، أنه الناس الذين يدخلون المساجد معهم أكياس الشمة، أكياس القات، أكياس إلى غير ذلك، هؤلاء ليسوا أطفال وليسوا من طلاب المدارس، هل لكم خطة بأن تستهدفوا غير الطلاب؟ استراتيجية اليونسيف هي أن تستهدف الأطفال، وهي منظمة الطفولة والأمومة. الفئة العمرية التي يتكلم عليها الشيخ هي خارج إطار
استهدافنا، ولكن هذا يمكن أن يستهدف عن طريق الإعلام وجهات الإعلام الرسمية للدولة بأن تقوم ببث التعاون معكم التعاون. طيب. أنا قصدي أنها تستهدفهم عبر وسائل الإعلام الرسمية مثل الراديو والتلفزيون وحملات الإعلام المكثفة بأن ينصح بعدم استخدام هذه المواد، ولكن الجانب الذي اليونسف تدعم فيه وهو جانب غسل الأيادي وهي الصابون، استخدام مادة الصابون وهي مادة تذوب بالماء، وبالتالي استخدامها ليس يعني لا 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 يضر بالصرف الصحي ولا بالبيارات ولا بالحمامات ولا يؤثر اي 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 مشكله بيئيه اذا استخدموا الاطفال المساجد. هي اهميه الممارسه والسلوك هي قيمتها وقدوها. يعني انت لما تستثمر في لا لا اصحاب الدخل المحدود، نعم، الذين لديهم رغبه في الاطفال بالذات اللي هو اختصاصه، نعم، من الاطفال نعم. لديهم رغبه في النظافه ولديهم رغبه في الوقايه، لكن نعم. بالنهايه هم اصحاب دخل محدود، وهذه الاشياء كما قال الشيخ غليت وارتفعت. نعم. نعم. لديكم استعداد على المساعده؟ تستطيع ان تساعد؟ عاد اشتري 5 أقلام ادرس فيها. طيب تقدروا تساعدوا انتم؟ المساعده حتكون محدوده، ولكن يظل المول الرئيسي لهذا الشيء هو الأسرة ورب الأسرة، وبالتالي أنت عندما تخلق احتياج على مستوى الأسرة حيث تبدأ مثل المدرسة، عندما تغرس هذه الممارسة في سلوك الطالب ويذهب إلى البيت يحمل معه هذه المعلومة ويقول أنا اليوم احتفلت باليوم العالمي لغسل الأيادي في المدرسة، وكان في احتفال كبير وحضرته مع الطلاب والمدرسين وأولياء الأمور، وكان احتفال وقبلنا بتطبيق الممارسة هذه وغسلنا أيدينا بالماء والصابون، والآن أريد أن أطبقها في نفس البيت، ويأتي ويقول أريد صابون. رب الأسرة سيجد نفسه مجبرا أنه يشتري هذه لأنها قليلة التكلفة وقدواها وتأثيرها مباشر على صحته وصحة أبناء. خلينا نسأل أستاذ عبد الملك السياني. بالتأكيد نحن نعرف بأنه الأطفال هم أكثر الناس التقاطا من غيرهم ربما، لكن الطفل عندما يعود إلى البيت، أنتم وجودكم مع الطلاب، هل لمستم ذلك أنه بالفعل الطلاب عادوا إلى أسرهم تغيرت سلوك الأسرة وتغير سلوك الأسرة، ولا لا يحتاج من غير اليونيسف أنه يوعوا الكبار في السن والآباء؟ هل القيام استهداف الأطفال في المدارس كافي أم غير كافي؟ كيف وجدتم الصدى منه؟ حقيقة أنه الأطفال يعني هم أنسب وسيلة لتوصيل المعلومة الصحية السليمة إلى المنزل، هم خير الرسل. وليش نقول أنهم أهم شريحة في المجتمع؟ ليش؟ لأنهم أولا هم رجال المستقبل، يعني أنه عندما يتعود ويكتسب العادة هذا من صغره من طفولته تستمر معه إلى أن وفاته، لأن راسخ في عقله ما تغيرش، ما تأثرش، ما يعني كلنا درسنا ونعرف الشيء هذا بالضبط. تمام. ما أخذه الطفل في يعني في طفولته وما اكتسبه يظل معه وملازم له إلى حد وفاته. نعم. هذا للمستقبل. انتقل إلى للآن. لا للمستقبل. أنت تقول إنه سيبقى معي إلى نهاية حياته. هذا للجيل القادم. نعم. لكن ماذا عن الجيل الآن؟ هذا الشيء أوضح لك يعني. طيب. الأهمية في جانبين يعني. طيب. في جانب الشخص نفسه الذي هو الطالب المتلقي الرئيسي يعني. تمام. الجانب الثاني والتأثير المباشر يعني غير المباشر للطالب هذا أو للطفل هذا. البيت. تمام. إنه هو أنسب وسيلة أو يعني وأسهل الطرق وأقربها وأصدقها لتوصيل المعلومة الصحيحة للمنزل والتأثير، وله استطاعة في قوة التأثير على الأسرة. يعني عندما يسمع من المدرس أو من المثقف أو المشرف الصحي أو كذا إنه أهمية النظافة، أهمية غسل اليدين، أهمية يعني إذا ما غسلتش يدك يعني كم الجراثيم المغذية بتبقى في يدك من هذا القبيل، من يعني عدم مرض يقع فيك الإسهال يقع فيك كذا. تمام. هو الذي بيكون أكثر حرص وأكثر مؤثر. تمام. وضاغط على الأب وعلى الأم وعلى ولي أمره. تمام. إنه يجب أن يوفر له هذه المادة هذا. طيب. لهذا يعني نستنتج من هذا أهمية التوعية في المدارس. دكتور، في أرقام مخيفة أنا أدري بذلك، لكن يجب أن يطلع عليها الناس ليعرفوا العلاقة بين عدم النظافة والتساهل فيها مع هذه الأرقام. ممكن تقدم فيما يتعلق بسواء وفيات ولا حتى إصابات؟ خلينا أول ندي أرقام تشجع لا قد نخوف. تمام. يعني اللي تشجع واللي يعني شوف نوع الممارسة والأثر. على سبيل المثال غسل الأيدي بالماء والصابون بعد التبرد
يخفف 35% من الإصابة بالإسهالات. هذا استخدام الحمامات والتخلص السليم من البراز 36% من الإسهالات. توفر مياه محسنة واستخدام الحمامات ينقص 27% من الإصابة برمد العيون. التخلص من يعني النظافة والتخلص من الإسهالات يقود إلى التخلص من ما يسمى سوء التغذية. يعني دحين تعرف أن الطفل ومعظمه ماء، والطفل خاصة بعض الأمهات تقوم تفرح لابنها أن تغذي، ولكن ما هي دارية كيف تغذي، تدي له وهو يبز المعقة من القاع ولا يكل بيده وكذا، في يقع عنده إسهال أكثر، يصير مرض أكثر مما هو مستفيد منه. فعندنا احنا مشكلة كبيرة في سوء التغذية، يجب أن المجتمع يتفهم أن عندنا ما يسمى الهزال، وعندنا ما يسمى الضوي، مرض الضوي أو نقص البروتين. واليمن هي من المشكلات الكبيرة جدا في يعني برنامج كبير في اليونيسف يعالج هذه القضايا، ولكن يد واحدة لن تصفق. ومثل ما قلت لكم في البداية، كسر سلسلة العدوى هي الأساس. أنت عندك مثلث، إذا حافظت على الإنسان هذا وخليته ينظف أيديه كثير من المشكلات نتخلص منها. أما بالنسبة للإحصائيات بشكل عام، يعني فهي نعرف أن احنا يعني غسل أيدي نعم، في إحصائيات أنا أساسا ما كنت مجهز لها بشكل كبير، ولكن عموما في نسبة كبيرة من الإصابات، واللي يشوف يصير المستشفى بس يتفرج باب عيادة الأطفال، يعني نص الحاضرين أو أكثر من نصهم إسهال، ها إسهال إسهال إسهال، وأنت الغرة وتشغفها. يعني يشوفوا مرة واحد زميلي من الأشياء الطريفة، مرة واحد زميلي دكتور في المستشفى شاف رضاعة صناعية، واحدة معها رضاعة صناعية، فبهز فوق المرأة، إيش هذا أنت تسوي امرأة؟ هي من الفجيعة نطلت البز ده الصناعي، وقدوا طبعا أسود البز، قام قال لها وزد نطل القاع، قامت هي تمسحه كذا في حقها الثوب، شوفوا كل حل أسوأ من الثاني. قالوا زد عملتي في زنتك، قامت تمص المصاصة فمها، يعني خلاص نظفتها، هو بز المصاصة ورجع بها للحوش. هذه من الممارسات، هذا إذا كانت بهذا المعاملة تسوي لابنها، وزقم يد بس انت لا مسك يد ومسك يد الطفل بس، هتشوفها السوداء لما تقصقص له قالت عيوقع فيه مدري ما خصيفان مدري ما يجيب. طيب فالارقام مخيفه جدا، يعني الارقام مخيفه، والنظافه ونظافه اليدين بالذات مثل ما قلت لكم واحد من المسبب هي التي الانسان يتناول، خاصه الطفل في بدايه نمو كل شيء لا يفهمه. ها فهي نعم. طيب شيخ، طبعا احنا وصلنا لنهايه البرنامج، كلمتكم كما قلنا أنتم دائما ما شاء الله المسموعين قبل غيركم، إيش اللي ممكن أن يقال في هذا اليوم من جانبكم أنتم كوعاظ وكمرشدين حتى لغير الناس حتى الجهات الرسمية أيضا؟ وأنت طبعا تعمل في جهة رسمية. الله يرضى عليكم. أنا أقول أنه واجب الدعاة والمرشدين والخطباء أن يتطرقوا لهذه المواضيع، وأن يتعاونوا مع جميع الجهات، وأن ينشروا الوعي في أوساط المجتمع، مش في هذا اليوم، ينبغي يكرسوا الجهد أكثر في هذا اليوم، لكن ليكن في كل يوم ومع كل درس وبعد كل صلاة أن يذكرهم، خاصة وديننا يأمرنا في اليوم 5 مرات بغسل اليدين اللي في 5 صلوات، غير وقت الأكل أمرنا بالغسل قبل الأكل وبعد الأكل، وأمرنا بالنظافة قبل النوم وبعد النوم، وأمرنا أنه إذا قام الإنسان من نومه يقول النبي فإنه لا يدري أين باتت يده فليغسلها، فأمرنا بغسل حتى عندما نقوم من النوم بغسل اليدين، ومع أنه الآن ما مسكش حاجة، هذا في نظرنا، لكن النبي نظر لها نظرة بعيدة جدا، أنه ممكن تصل هذه اليد إلى أماكن حساسة يخرج منها الجراثيم والبكتيريا والأشياء والديدان، فتكون سببا في زيادة عدوى أكثر له ولغيره. فأمرنا أنه أول ما تقوم من النوم أيضا تغسل يدك. فإذا ديننا دين النظافة، وأمر بغسل اليدين في كل لحظة على طول اليوم، وليس في يوم واحد سنة، وإنما على في اليوم الواحد أكثر من 20 مرة. نص دقيقة أخيرة فقط، ايش المتوقع؟ انتم الان متحمسين في وزاره التربيه والتعليم، والسنه هذه ناويين تدشنوا في جميع من المدارس، واحنا بنتابعكم ان شاء الله، ايش المتوقع انكم بتسووه خلال الفتره القادمه للاطفال في غير اليوم العالمي طبعا؟ نعم. توفير حمامات مياه صوابين الى غيره. نعم، اولا التربيه والتعليم، يعني وزاره التربيه والتعليم بقياده الوزاره معالي الدكتور عبد الرزاق الاشول ونائبه يولو هذا الجانب اهتمام كبير، الذي هو جانب الصحة المدرسية، وهو أغلب يعني القضايا التي بتناقشها التوعية الصحية، تمام، وأيضا توفير الاحتياجات اللازمة للمرافق الصحية. ولكن أحيانا أن أريد أن أتطرق إلى هذا الموضوع يعني بشيء ولو أخذ من وقت قليل، يعني أنه
يعني المسؤوليه لا تقع على التربيه والتعليم. انا اوردت النسبه انه 18% يعني من المدارس هذه يعني لا توجد فيها مياه ليست المسؤوليه التربيه والتعليم. هناك جهات عده، المجالس المحليه، القطاع الخاص، اولياء الامور، يجب ان نهتم جميعا بهذا الطفل وان نوفر لكل احتياجاته. والاهم والجانب الاهم، نعم طيب. والجانب الاهم هو ما يحتاج الى الجوانب الصحي في المدرسه. طيب اخيرا الاستاذ وليد نعمان، منظمة اليونيسف ما مدى رضاها عن التفاعل الاجتماعي في بلدنا في اليمن في جانب التوعية الاستجابة لمثل هذه المشاريع؟ في الحقيقة أود أن أستغل هذه الفرصة وأتوجه بالشكر إلى جميع قطاعات السلطة المحلية في جميع المحافظات لتعاونها وتفاعلها الكبير في تدشين هذه الفعالية وإقامة والاحتفال بهذا اليوم في جميع مدارس اليمن إن شاء الله. وأيضا الزخم وتسهيل الأمور بالنسبة لتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، حيث أن القطاع الخاص ساهم كبير جدا، وشركات القطاع الخاص قامت بتوريد بشراء أو بتوريد الصابون ومواد النظافة وتوصيلها إلى المدارس، واليونيسف قامت أيضا بشراء يعني بطباعة الملصقات التوعوية والتثقيفية. ايضا مكاتب التربيه والتعليم يعني ومكاتب الصحه في المحافظات ايضا دعمت كثير في تسهيل هذه الفعاليه، ونحن نريد ان نشكرهم ونثني عليهم، وان شاء الله المجهود الذاتي الذي بذلوا في هذه الفعاليه سيستمر ان شاء الله وبدون اي دعم من اي منح اخر ان شاء الله. ونحن طبعا الى جانب المجهود الذي بذل من الجهات الرسميه والمجالس المحليه التي انت تشكرها، نتمنى ان يكون هناك مجهود اكثر من هذا المجهود من الاسر من المجتمع بشكل عام. مجددا اشكر ضيف الكرام الشيخ جبري ابراهيم حسن مدير عام الوعظ والارشاد بوزاره الاوقاف، ودكتور عبد الكريم الانسي وهو اخصائي في طب الاطفال، والاستاذ وليد نعمان مدير مكتب اليونيسف بمحافظه صنعاء، والاستاذ عبد الملك السياني مدير عام الصحه المدرسيه بوزاره التربيه والتعليم. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام. ابقى نذكركم بامكانيه اختيار عناوين للحلقات القادمة من خلال العناوين الظاهرة على الشاشة. أعود وألتقيكم الأسبوع القادم بإذن الله، إلى اللقاء.